أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، العين حق، لكن نرى أن علاجها يختلف من شخص إلى آخر ومن راقي إلى آخر، فما هو العلاج الحقيقي لذلك يا شيخ؟ لا يختلف علاج العين، وهو أن العائن يدعو بالبركة لمن أصابته، وأيضا يغسل دواخل إزاره ودواخل سراويله، أو يغتسل بماء في جميع جسمه، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على من أصابته العين. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم.